أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. إذا استقرار في الوضعية الجوية على جل المناطق الشمالية، رغم ذلك سحب سفلى كثيفة خلال هذه الليلة إن شاء الله، وهذا على الجهة الشرقية. سيتشكل الجليد إن شاء الله خلال الصباح الباكر، وهذا على المرتفعات والهضاب. أما على المناطق الجنوبية سحب عابرة نهار اليوم على مناطق الجنوب الغربي، عبارة عن امتداد لمرتفع جوي إلى غاية جزر بريطانيا، مرورا بأوروبا الوسطى وحتى حوض المتوسط. فعليه يوم الغد بحول الله، وبعد التلاشي الضباب والسحب السفلى الكثيفه خلال الصباح الباكر على المناطق الساحليه وحتى على المرتفعات، والجليد ايضا سينقشع خلال طلوع الشمس. ستصبح الاجواء قليله الغيوم على المناطق الغربيه والوسطى، اكثر كثافه دائما على الجهه الشرقيه، مع احتمال سقوط بعض القطرات من الامطار على اقصى المناطق الشرقيه. الرياح ستشتد تصل الى 50 كيلومتر في ساعه، وهذا على السواحل الشرقيه. بينما على المناطق الجنوبيه اجواء على مناطق الجنوب الغربي، درجات الحرارة خلال هذه الليلة جو بارد، طقس بارد أقول على المرتفعات والهضاب، جليد سيتشكل درجتين تحت الصفر، وهذا كد المقياس على الخط الرابط ما بين البيض المشرية نعامة وحتى على تيارة الجلفة وباتنا. ثلث درجات هنا بالعاصمة تقريبا نفس المقياس على مناطق الجنوب الشرقي وحتى على الصحراء الوسطى، مناطق الجنوب الغربي درجة واحدة وهذا فوق الصفر على بالشرق، الإطار ارتفاع لغاية 11 درجة على أقصى الجنوب. خلال الظهيرة درجات الحرارة قصوى في استقرار ولن تتعدى 11 درجة كد المقياس على المشرين عامة والبيض، ترتفع لغاية 19 درجة على تلمسان، 18 على وهران تقريبا نفس المقياس على العاصمة وحتى على شمال الصحراء منطقة إليزي، 20 درجة على حسي مسعود ورقلة، 21 على الخط الرابط ما بين جانيت تام نراست وحتى أقول أدرار وتندوف، 20 درجة لترتفع لغاية 26 درجة، وهذا كان المقياس على أقصى الجنوب. البحر إن شاء الله خلال يوم الغد يبقى هادئ على الجهة الغربية، بينما مضطرب محليا على الخط الرابط ما بين أقول على السواحل الشرقي ما بين بجاية إلى غاية جيجل، بينما قال أكثر هيجان على الجهة الشرقية، رياح ستشتد تصل 60 كيلومتر في الساعة، تبقى معتدلة على المناطق الوسطى، ضعيفة تماما على الجهة الغربية، والرؤية ضعيفة وخاصة على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية. أجواء غائمة جزئيا على بعض عواصم المشرق العربي وخاصة على دمشق والقاهرة والرياض وحتى على أبو ظبي والكويت، بينما السحب كثيفة إن شاء الله على بغداد، أجواء مشمسة على عمان وحتى على جدة والخرطوم جنوبا. أما عن درجات الحرارة في ارتفاع على الخرطوم بالسودان مع 32 درجة، لتنخفض شمالا إلى غاية 12 درجة، وهذا بدمشق بسوريا، 14 درجة ببغداد بالعراق. أما عن وقت غروب الشمس اليوم الغد بحول الله على مستوى العاصمة وضوحي، سيكون في حدود 45 دقيقة. ودائما لأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة، عام سعيد للجميع، في أمان الله.